السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم مجددا في قناه فلوغيستا تيتا. اليوم جيناكم فيديو جديد باش نكمل لكم على لا فيديو اللي سبق. كما قلت لكم سابقا غادي ندير واحد لا فيديو مختص بجوله في مدينه ريصاني. اليوم غادي ندير واحد الجوله خفيفه في سوق ريصاني اللي هذه المدينه كتواجد ما بين ارفود ومرزوقة. اليوم ان شاء الله غادي نزور واحد البازار في سوق الريصاني اللي هو فيه الزي الصحراوي، الارتيزانة، اي شيء، اي حاجة كتقلب عليها غادي تلقاها عند هذا البازار عند سي عبد الوهاب. خليكم معنا وبقوا معنا. ما تنساوش اللي مازال ما اشتركش في القناة ينزل تحت يدير تفعيل الجرس، ديروا لايك، وما تنساوش خليونا التعاليق ديالكم، وغادي نخلي لكم النمرة ديالو لتحت. حنا دابا دخلنا لريصاني، منطقة ريصاني، غادي نمشي ونديرو واحد الدويرة خفيفة في السوق. حنا دابا في سوق ريصاني، كما كتشوفو التمر. هادي باب السوق ديال ريصاني، غادي نديرو واحد الدورة خفيفة. بالنسبة لسوق ريصاني غادي تلقاو فيه كلشي، التمر، الكسوة، الخضرة. الخضرة ما كايناش واقيلا ياك هنا؟ لا الخضرة ما كايناش، ما كايناش الخضرة. هانتوما الزي الصحراوي غتلقاوه عند عبد الوهاب، بازار عبد الوهاب. السلام عليكم. هذا بازار عبد الوهاب، مرحبا بكم عندو اللي جا. السلام عليكم. كي دايره؟ لاباس؟ مزيان. اللي زار منطقه مرزوقه او ريصاني يسول على عبد الوهاب بازار في ريصاني. غادي نخلي لكم النمره ديالو لتحت باش تصلوا به. الله يحفظك اخويا عبد الوهاب. عبدو عند بولحيه، عند كمول الحده مصطفى. بالنسبه لهاد الفراش تقدروا ديروه ديكور ديال في صالون ولا في بيت النعاس، وكيديروه هما كيديروهم تخاميات، يعني الحجوب كما كنقولوا حنايا في وجده في الجهه الشرقيه. هادو زربيات حتى هما كيجيو زوينين مفرشين. هادي كتجي ديكور زوين في صالون ولا في بيت الكلاس. كاينين هادو عباءات ديال العيالات، كاينين اللباسات ديال الدار بالنسبه للبنات. بالنسبه للسيكان اللي خرجوا مؤخرا ديال الارتيزانة، هادو البنات اللي عزيز عليهم الارتيزانة راهم خرجوا فيهم حتى لي ساكادو. وكاين العبايات ديال الرجال، ديال الرجال الكبار، هذا الشيلان ديال الصحراء، وكاين ديكورات. مرحبا بكم في البازار عند عبد الوهاب، راه عنده أثمنة زوينة، كيتعامل مع العائلات، مع الجروبات، مع المجموعات، مع أي واحد اللي بغى يتواصل معاه. غادي تلقاو النمرة ديالو في صندوق الوصف. شوف